اهلا بهاني ابن عروه. اهلا بسيدي مدحش. اهلا بك ايها الامير. جفوتنا ولم تزرنا منذ ان ولينا الاماره يا سيد اليمن. شغلتني عنكم الحياه ايها الامير. الحياه. اجل كان الله في عونك. شغلك عنا مسلم بن عقيل وانصار الحسين. يبدو أن عليك مسؤوليات كثيرة يا ابن عروة. لا أعرف عن أي شيء تتحدث أيها الأمير. بل تعرف يا هانئ، ما هذه الأفعال التي تجري في دورك ضد أمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئت بمسلم ابن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور من حولك، وظننت أن كل ذلك يخفى على أمير مثلي. أنا لم أفعل ذلك، ومسلم ليس عندي. بل فعلت. قلت لك لم أفعل. أيها الأمير، هاني بن عروة مكذوب عليه عندك. مكذوب عليه عندي. حسنا أيها الحارس، أدخل أبا سنان. أرجو ألا تأخذك الأقاويل في ابن عروة أيها الأمير. أتعرف هذا الرجل يا هانئ؟ أم تراني مخطئاً فيك يا ابن عروة؟ اسمع أيها الأمير، أنا لم أدعو مسلم بن عقيل إلى داري، ولم أكن أعرف شيئاً من أمره حتى رأيته واقفاً ببابي يطلب النزول عندي، فاستحييت أن أرده وقد جاءني ضيفاً، فأدخلته داري وضفته وآويته، ثم كان من أمره ما علمت. حسناً حسناً يا هانئ، أنا أصدقك. فلتدفع إلي بمسلم ابن عقيل إذن. تريد مني أن أسلمك ضيفي حتى تقتله؟ ليس ضيفك، هذا رجل جاء بالفتنة ومعصية خليفة المؤمنين يزيد، فوالله لتدفعنه إلي. لا والله، لا يكون هذا وأنا سيد مدحج. هل تأذن لي بكلمة مع ابن عروة أيها الأمير؟ يا عم، إني أنشدك الله أن تبقي على نفسك وأن لا تدخل البلاء على قومك وعشيرتك، فوالله إننا لنخاف عليك من القتل، وأنت تعلم بطش هذا الرجل وأن لا طاقة لنا عليه، ومسلم بن عقيل ابن عمهم في النهاية ولن يضروه وليس قاتليه، فادفعه إليه وليس بذلك عليك مغزاة أو منقصة، إنما تدفعه إلى السلطان. لست ممن يدفع جاره وضيفه، لا أدفعه وأنا حي أسمع وأرى، شديد الساعد كثير الأعوان. والله لو لم أكن إلا رجلا واحدا لا نصير له، لن أدفع حتى أموت دونه. نشدتك الله يا عم. والله لن يكون ما يريد ابن زياد. والله لتأتين به أو لأضربن عنقك. إذن أكثر من الرجال حول ذلك ليحرسوك. ولهفا عليك يا هانئ، أتخوفني بقومك؟ أيها الحرس، والآن يا ابن عروة أرني ما أنت فاعل. ما